يسأل عن الجمع بين الآيات: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش من الأعراف، والآية أيضا في سورة فصلت: الذي خلق الأرض في يومين قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. طيب، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فالعلماء يقولون خلق الله سبحانه وتعالى الأرض في يومين، وكانت آنذاك جامدة، خلقها في يومين ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في كم؟ في يومين. كده كم؟ كده أربع أيام. ثم قصد إلى الأرض فدحاها كما قال تعالى: والأرض، لاحظ شنو؟ بعد ذلك، مش بعد ذلك خلقها، لا، بعد ذلك دحاها، بمعنى أخرج منها ماءها ومرعاها، أي خلق ما فيها في يومين. كده يبقى كم؟ ستة أيام. وده الجمع بين الآيات كلها اللي فيه إنه ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يبقى يومين خلق الأرض ثم السماء في يومين ثم الأرض بعد ذلك في يومين، مش خلقها، دحاها، أي خلق ما فيها وما عليها من الكنوز ومن الأنهار وغير ذلك. وده كده يكون الجمع بين هذه النصوص مع بعض. وأحيلكم لكتاب يا أخواننا قيم جدا في الموضوع ده، اسمه دفع إيهام أو دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، للعلامة محمد الأمين الشنقيطي الجنكي الكبير رحمه الله تعالى. كتاب قيم جدا، جاب لك أي آيتين في القرآن أو زيادة فين توهم تعارض، وما في تعارض حقيقة، صحيح؟ حقيقة ما في تعارض، لكن في شنو؟ في توهم للتعارض. نحن علمنا قاصر، أحيانا نظن إنه الآية دي تتعارض مع الآية الأخرى، عشان كده شنو؟ جمع لك بينات. ده كتاب قيم جدا. ومثل في السنة، جمع بين أي حديثين ظاهرهما التعارض، كتاب اسمه تأويل مختلف الحديث، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدنيوري. ابن قتيبة من علماء الأمة من القرن الرابع الميلادي، من الأوائل. وفي كتاب شرح مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار، ده كتاب كبير مجلدات طويلة. وبرضو شرح معاني الآثار، كتابين، شرح المشكل وشرح المعاني، ديل للطحاوي رحمه الله تعالى، طحاوي من السلف الأوائل. طيب، هنا في مجموعة شكلها من الأسئلة، وما شاء الله شايف أخونا ذاك الترى شديد، إن شاء الله نقدر نجاوب على نصها كده. بيقول: ما هي صفة الرقية الشرعية؟ وهل هناك آيات معينة يرجى بها الشفاء؟ وهل رقية خاصة بالعين ورقية خاصة بالسحر؟ وبذلك الذي اختلط مع العين، أم أنه من الأمور المبتدعة؟ طيب، أولا يا أخواننا لابد أن يعلم أن القرآن
كله شفاء. فمن قرأ من أي آية القرآن شفي بإذن الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن كله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن كله شفاء. من قرأ من البقرة، من آل عمران، من النساء، من الأحزاب، من سورة الجن، فهو شفاء إن شاء الله تعالى. وبعد ذلك من قرأ آيات معينة كسورة الفاتحة، هي رقية، دي جاء فيها نص خاص، هي رقية، والمعوذتين والإخلاص رقية، يعني زول لو قرأهم كثير وكررهم فديل آيات خاصة ممكن الإنسان يقرأ بها، ولا بأس بعد ذاك الإنسان يختار من الآيات ما يؤثر في الإنسان، كآيات السحر من سورة الأعراف ومن سورة طه ومن سورة يونس، وكذلك يقرأ آية الكرسي، وكذلك يقرأ الآيات الأخيرة من سورة البقرة، ويقرأ الآيات الأولى من سورة آل عمران، ويقرأ سورة البقرة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، الساحر ما يقدر عليها. يقرأ البقرة كاملة، وإن شاء يقرأ آيات من سورة الجن وآيات العذاب في سورة الصافات وفي سورة الجن وفي غيرها من الصور، آيات العذاب كذا، فلا بأس الذل يقرأ ويكرر. أما ياسين فليس لها اختصاص، الذل لو قرأ من غير تخصيص ما في مشكلة، يقرأ كما يقرأ بقية القرآن، زي ما بتقرأ سورة الأعراف والبقرة والنحل والنمل وكذا تقرأ ياسين. لكن كونه ياسين عندها فضل خاص، لا. قال الإمام النووي: لم يثبت في فضل سورة ياسين شيء، يعني نص خاص يقول لك ياسين لما قرأت له، هذا مو صحيح، مو صحيح. الأثر الصحيح في زمزم، زمزم لما شربت له، مش ياسين لما قرأت له، لا، زمزم لما شربت له. فمن شرب ماء زمزم للشفاء شفي بإذن الله، ومن شرب ماء زمزم للنجاح نجح بإذن الله، ومن شربها للصحة والعافية زاد جسمه، وهكذا. ونصها صحيح، صحه الشيخ الألباني رحمه الله. فزمزم لما شربت له، لكن ياسين لما قرأت له مو صحيح. طيب السؤال الثاني يقول: ما هو الفعل العدل في مسألة الهجر؟ مسألة الهجر يا أخواننا على نوعين. الهجر هو معناه شنو؟ معناه الابتعاد عن الإنسان، في إنسان معين تبتعد عنه أنت. طيب فهو العلماء قالوا على نوعين. النوع الأول هو هجر رؤوس الشر والضلال، زول راجل مضل وفتنة وراس شر، زول صاحب شبهات وأباطيل وخفت على نفسك منه، هذا الواجب هجره. لو أنت خفت على نفسك ولا ما خفت ذاته، هذا الواجب يهجر، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. إنسان يخوض في آيات الله بالتكذيب والتحريف والطعن والتشويه للإسلام والطعن في الدين والطعن في السنة، هذا الواجب يبتعد عنه. طيب أما النوع الثاني فهو هجر صاحب المعصية أو المنكر. فدا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرحه لكتاب العقيدة لابن قدامة المقدسي، من كبار كتب الحنابلة أو من كبار علماء الحنابلة، قال إنه الهجر ده تشوف المصلحة منه شنو. لو عندك ولدك في البيت، طيب والولد ده انت شايفه قاعد مع اولاد سيئين في اخلاقه ما في عقيدته، شايفه قاعد مع ناس سيئين، فانت تقول له: يا ولد
ما تقعد مع النازل وتنصحه. لقيته مصر تقول له شوف يا ولدي والله أنا أشوفك تاني قاعد مع الأولاد ديل سلام الله ما بيناتهم وتهجروا. قالوا ده حسب المصلحة منه. لو عرفت إنه ولدك ده ولا أخوك في الله ولا أخوك شقيقك عنده لك تعظيم ومعزة في قلبه، ولو أنت قاطعته وحيخلي حاجة الكعبة دي الشي السيدة حيخليه وحيبقى زول كويس. فأنت قالوا تهجر واللي والله تمشي مع النازل تاني ما سلم عليك وما سلم عليه، ده بيستفيد وبيرجع. وده زي ما عمل ابن عمر رضي الله عنه، عمل مع ولده بلال. ابن عمر داوى الحديث قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، النسوان لو مشات المسجد ما تمنعون خلونا نمشي، النبي قال كده. فحملته الغير ولده بلال قال والله لنمنعهن. قال لو أقول لك قال رسول الله تقول والله لنمنعهن؟ والله لا أكلمك أبدا. قالوا ما كلموا تاني. فده موجود يا أخوانا، لكن الضابط فيه شنو؟ المصلحة. طيب لكن لو شفت الزول ذاك وأخوك أخوك شقيقك ولا أخوك في الدين وأنت شفته على غلط وقلت له شوف تاني لو عملت كده سلام الله ما بينات، قال لك يا خمسة ريحتنا زاد وزاد زيادة، يبقى الهجر ده ما منه مصلحة توقفه. وخاصة ده يا أخوانا ينطبق على كثير من الناس اللي ما تعلموا، المجتمع يا أخوانا فيه ناس ما تعلموا ونشأوا على ديان آبائهم، والواحد قد تلقى عنده أخطاء حتى في العقيدة. الأولى توصل وتحسن له في المعاملة ودعامله بصورة كريمة وتزوره، ده قد يتغير يوما من الأيام. فلا تميل للهجر معهم أبدا، ما تميل للهجر، الوصل أولى بالنسبة يا إخوانا للناس خاصة اللي ما تعلموا، وخاصة من الناس الكبار في السن. عيب عليك إنك أنت ذو الكبير في السن وما وجد حظ من التعليم الكافي، أو وجد حظ من التعليم لكن شايفك أنت ولا صغير زاد، ولا يا أخي تجي تعلمنا الدين؟ أنت قلت أنا تعلمت زاد، أنت قريت شنو أنت؟ نحن نقول له وقت قرينا وتخرجنا من المعهد العالي، أنت ولد حايم بريداك في الشارع كده، ده فهمه. فهذا الأولى يا إخواننا يتلطف معاه الكبير في السن ويحسن له في المعاملة حتى ولو أساء هو. أنت الصغير أنت اللي بتتكسر، ما يتكسر الكبير. أنت اللي بتتنازل، ما يتنازل الكبير. فالواجب عليك حسن المعاملة لكن مع النصيحة، مش حسن المعاملة معنا المداهنة وتجامله. وخاصة لو بقى أبوك عنده فهم يقول لك راح وديني للزيارة وديني للفكي ونمشي نجيب المحايات، ما توافقوا، لكن أحسن معاملة. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم نهى فلا تطيعهما، لكن وصاحبهما ما شاكله، ما تقول أنت حاج ما نافع ذاتك، أنت كبرت وبعد ما فيك فايدة. الناس الكبار ده ذاتهم بيقولوا ما دخلين في برنامجنا يا ناس، كلام ما بيجي. الله قال لك وصاحبهما في الدنيا معروفة، عامل المعاملة الكريمة مهما أساء. لو دعاك للشرك قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، تحسن له في الدنيا وتقدم له النصيحة. طيب السؤال الثالث بيقول هل النار تفنى؟ طيب اللي عنده شبهات يناقش ما دام هو في مقام الوالد او العم ونحو ذلك يناقش. ابراهيم عليه السلام كان يناقش ابوه نقاش طويل، يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا ابتي يا ابتي يناقشه. وربنا يقول وجادلهم بالتي هي احسن. فالجدال ده ما من سوء الادب يا اخوان، كون انسان يتحاور مع ابيه
أو يتحاور مع أمه أو مع عمه أو مع الرجل الكبير في المسجد ولا في الحلة، الحوار والجدال بالتي أحسن ما في عيب ولا في سوء أدب أصلا، لكن سوء الأدب وسوء العبارة وسوء المعاملة دبرا. أما إنسان يجادل مهما كان يعني، ولو كان الوالد، تناقش بالتي أحسن وتهديه للطريق الصح وتبين له الأدلة من الكتاب والسنة لعله ربنا ينفع. فاضل كم للصلاة؟ دقيقتين؟ ما أظن الزمن يكفي لنا لأسئلة. آخر سؤال، قال هل النار تفنى؟ الصحيح أن النار لا تفنى وأنها دائمة كما أن الجنة دائمة. قال تبارك وتعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. هذه الآية مع آيتين ثانية في سورة الأحزاب وفي سورة الجن فيها الخلود المؤبد، والخلود المؤبد عند العرب يدل على الدوام. أما كلمة الخلود من غير تأبيد ما بتدل على الدوام، خالدين فيها من غير تأبيد ما بتدل على الدوام، لكن خالدين فيها أبدا تدل على الخلود الدائم. فأهل النار المشركون فيها خالدون خلودا دائما، وكذلك أهل الجنة خالدين فيها خلودا دائما. هذا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.